اخوان واحد النقطة بغيت نضر عليها، وهي الناس اللي كيديروا الاعراس دابا حاليا في الصيف كيديروا واحد العادة سيئة او سلبية تغضب الله عز وجل، كاين اللي عارف وكاين اللي ما عارفش. المهم على اي حال، هذه العادة هي انهم كيجوا في الفجر او في الساعة ديال الثلث الاخير من الليل بالضبط، ويعبرون عن فرحتهم بجلب تلك المفرقعات وتفجيرها، مفرقعات الألعاب النارية أو البنادق. أنت كتكون جالس أو ناعس أو تستعد للفجر أو لا جاي من الفجر حتى تتفاجأ بتفجيرات ما كتعرف منين جاية، كيسحب لك غير شي هجوم مباغيت ولا ما نعرف، كتخلع. في نظرك أنت اللي درتي هذا العمل ولا اللي قمتي بهذا العمل، هل يعني أنت سعيد؟ هل حققت السعادة؟ إيوا أنت سعيد، ولكن الآخر راه مبرزط، صدعتيه، الآخر راه شطنتيه، فتنتيه، واحد راه جالس في دارو مريض مسكين، واحد في سكرات الموت، واحد كيتخلع، وحدة كتخلع، وحدة حاملة، جيتي نتايا درتي ديك التفجيرات هكا دون سابق إنذار، فراه تخلع الناس. هادشي هذا لا يرضى الله عز وجل، هادشي ممنوع قانونيا وحتى شرعا حرام، اخترقتي جميع الحواجز. انت ماشي في الغابة عايش، تراك في مدينة عايشين معاك الناس، وهاد الناس فيهم أصناف متنوعة، هل اللي باغي يخدم، هل اللي جاي من الخدمة خصو ينعس، هل اللي كبير في السن، هل اللي فيه سكرات الموت، هل اللي باقي صغيوار وكيتخلع، هل المرأة اللي حاملة. انت ماشي عايش بوحديتك، يعني ما كفاتكش ديك البلبلة الأغاني والموسيقى والأصوات المرتفعة، غضب الله عز وجل، الزتياب تفرقع. لا يا أخي، اتق الله عز وجل، فما تظنش مع نفسك أنك إذا كنت سبب في أذية الآخر أنك غتكون سعيد أبدا. فأنت بديتي الحياة ديالك الزوجية أولا بفتنة الآخر وبأذية الآخر وبظلم الآخر، الجيران وغيرهم، فلا تنتظر أن تكون حياتك سعيدة أبدا. علاش؟ كما قلت لك، تخيل معي واحد او اثنين، امرأة او رجل، قال حسبي الله ونعم الوكيل او الدعوة بإذن الله، في نظرك انت هل ستكون سعيدا في حياتك؟ بالعكس، اذا وصلتك دعوة مظلوم فانك ستشقى في حياتك. وما تقولش ديك الساعة مالي انا ومنين جاني هاد الشيء، انت السبب وانت الذي فعلت هذا، ويداك من اقترفت ذلك، فاتق الله عز وجل ولا تؤذي جيرانك. علاش ما يكونش العرس ديالك فيه طاعة الله عز وجل، تجيب منشدين أو تجيب قراء أو قارئ على حسب ما يعني أمكن، أو على حسب المتوفر، وتجيب شيخ يوعظ الناس ويعرفهم بالعرس الإسلامي ويعرفهم بدين الله عز وجل. الناس اللي ما عارفينش يعرفوا، كيطرحوا أسئلة، الناس كيفهموا إلى آخره، وكتكون واحد السعادة. 12 وحدة جوج الليل اللي عطلنا، كيكون تسالى العرس، ما صدعنا حد، ما رولنا بالبالة، ما درنا بالبالة، ما رولنا حومة، ما درنا حتى شي مشكل، حنا كنمشيو مرتاحين، صاحب العرس يعني كي بات مرتاح، كيصبح مرتاح، كيعيش الحياة ديالو مرتاح. علاش؟ لأنه بدأ بالطاعة، ينزل عليه لطف الله ورحمة الله عز وجل، وتنزل عليه السكينة. أما أنت اللي بديتي بالبلبلة والفتنة للآخرين، ستنزل عليك ماذا؟ ها؟ تنزل عليك الغمامة، هتنزل عليك البرق، هتنزل عليك الرعد. فاتق الله عز وجل وتب إلى الله واستغفر ربك، أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على طريق الاستقامة، والسلام عليكم ورحمة الله.